هذا وكان الرئيس هادي قد وضع شروطا لاستئناف الحوار لحل الأزمة الراهنة في اليمن. وتتضمن شروط الرئيس هادي قدمت كطلب منه للمبعوث الأممي جمال بن عمر تتضمن إلقاء جماعة أنصار الله بالسلاح وأن يتحولوا إلى حزب مدني، إضافة إلى خروج مسلحيهم من كل مؤسسات الدولة التي سيطروا عليها مؤخرا قبل استئناف الحوار. وكان هادي قد اشترط شرطا آخر في وقت سابق، وهو أن ينقل الحوار الوطني إلى خارج العاصمة صنعاء.